ننتقل إلى التبويب التالي. فمكررات النفخ في الشراب. نعم، النفخ في الشراب، كيف يكون هناك النفخ في الشراب؟ نسمع الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: أرهقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. إذن فأبن القدح إذن عن فيك، هذه من السنة إذا شربت أن تظهر القدح عن فيك، فبالتالي تشرب وفي نفس الوقت الزجاجة التي تشرب منها لا تضع فمك عليها، والأمر الآخر أنك ترى ما بداخلها، ترى ما بداخلها، وخصوصا في زماننا يوجد شفاف، فبالتالي يسهل عليك أن ترى ما فيها، وكذلك الزجاج ترى ما فيها، فستانلس لا ترى ما فيها، الزجاج ترى ما فيها، وهذا حقيقة الإرشاد حتى ترى ما فيها، حتى لا يكون هناك أشياء قبل أن تشرب ولا تنتبه إليها، فإذا كان هناك أذى في هذا الماء ماذا تفعل؟ تهرقه، وفي زماننا يسهل عليك أن تهرقه في مكان تستفيد منه، فمثلا مكان بيت الخلاء، كثير من الأماكن وخصوصا فيما يتعلق بما يسمى بالفرنجي، هناك شيء متصل وهو ما يسمى أيضا في زماننا بالنياجرا، فتستطيع أن تجعل فيها هذا إيش الماء، تستطيع أن تجعل هذا الماء في أماكن الغسيل أو الجلي، أو يعني تستطيع أن تستفيد من هذا الماء، تستطيع أن تستفيد من هذا الماء حتى لا يسكب على الأرض.